سؤال حلو، سؤال حلو، مفيش كلام. إنك تسأل عشان تفهم دي حاجة عظيمة جدا، ده إن لم تكن أعظم شيء في الوجود. سؤال حلو ومفيد، وكتر الأسئلة أحلى وأفيد. وطبعا دي حاجة بديهية معروفة عند كل الناس، كل ما تسأل أكتر بتتعلم أكتر. بس اللي أنت ما تعرفوش إن في نوع من الأسئلة ممكن يدمرك. مش بس كده، لا، العقل البشري بيضحي النهاردة، دي كمان ممكن تلعنك وتطردك من رحمة الله للأبد. النوع ده من الأسئلة اسمه سؤال المراوغة، وده نوع خطير جدا. والعوامل أو الأسباب اللي بتخلي الإنسان يستخدم سؤال المراوغة كتير، بس من أهمها العناد والخوف والكسل. وعشان نفهم ونعرف سؤال المراوغة محتاجين نرجع بالزمن لورا عشان ناخد العبرة والعظة. تعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا أبو عمو في شرح آيات جديدة من سلسلة شرح القرآن. اليهود زيهم زي أي مجموعة بشرية في العالم بتتبع دين معين، وطبعا علشان هم مجموعة بشرية بيتبعوا دين معين لازم تلاقي عندهم تراث، يعني شوية كتب كده فيها التاريخ بتاعهم وهتلاقي فيها معلومات دينية كتير. وطبقا للتراث اليهودي فسنة 1391 قبل الميلاد اتولد طوق النجاة لأهم مجموعة بشرية وجدت في التاريخ، سيدنا موسى بن عمران. سيدنا موسى عاش 120 سنة، وطبقا للتراث اليهودي فسيدنا موسى اتولد سنة 1391 قبل الميلاد. طبقا للتراث اليهودي سيدنا موسى توفى سنة 1270 قبل الميلاد، وقبل الميلاد طبعا بنقصد بها ميلاد المسيح سيدنا عيسى ابن مريم. يعني سيدنا موسى كان موجود قبل سيدنا عيسى ب 1391 سنة. وبالتواريخ اللي موجودة في كتب اليهود أو في تراث اليهود عن ميلاد سيدنا موسى عليه السلام، فسيدنا موسى عاش 120 سنة، وده طبقا للتواريخ اللي موجودة في تراث اليهود. وأما المسلمين اتفقوا على إن عمر سيدنا موسى كان 120 سنة، وده بيوافق التواريخ اللي موجودة في كتب اليهود. المسلمين قسموا عمر سيدنا موسى لثلاث أقسام. القسم الأول 40 سنة في مصر، 40 سنة عاشهم سيدنا موسى في مصر، و40 سنة عاشهم سيدنا موسى في مدين، ومدين دي منطقة موجودة في تبوك في المملكة العربية السعودية، وبالتحديد في مدينة البدع. والقسم الثالث والأخير هم 40 سنة عاشهم سيدنا موسى وهو يقود بني إسرائيل خارج مصر. وفي 40 سنة الأخيرة من عمر سيدنا موسى اللي خرج فيهم بني إسرائيل بره مصر، في الفترة دي بالتحديد حصلت جريمة قتل. اختلفت القصص والروايات والحكايات عن جريمة القتل دي، بس زي ما انا عودتك انا بجيب لك الرأي الراجح او المعلومة الصحيحة. شاب عشريني زيه زي اي شاب عشريني فقير مش لاقي، والشاب ده كان عنده عمه غني جدا، راجل معاه فلوس كتير. الشاب العشريني كان مستني عمه يموت علشان يورثه، بس المفاجأة عمه ما ماتش، وفضل الراجل فقير مش لاقي ياكل مش لاقي اللضة، وعمال يشحت من هنا وهنا. الشاب العشريني بيضطر انه يقتل عمه عشان يورثه، وتبدأ احداث اهم معجزة في تاريخ بني اسرائيل. في صباح يوم جديد الناس بتصحى زي عادتها، كل واحد بيطلع على شغل، اللي بيطلع يزرع واللي بيطلع يقلع واللي بيطلع يعمل صنعته. اذ فجأة لقوا واحد مقتول في نص الشارع. يا نهار ابيض، من اولها كده، ده احنا لسه بنقول يا هادي، الراجل ده مين اللي قتله؟ ما تنطق يا ابني، مين اللي قتله؟ بني اسرائيل كانوا 12 سبط، و12 سبط يعني 12 فرقة، كل فرقة عارفين بعضهم، زي في الصعيد كده عائلات، كانوا عائلات، عائلات مختلفة أو فرق مختلفة بيرجع أصلهم لجد واحد وهو سيدنا يعقوب عليه السلام. فكانوا عارفين بعض، عارفين ده مين وابن مين ومن سبط مين. وعشان الراجل غني ومعروف اختلفوا في مين اللي قتله، بس كانوا متفقين إن القتل كان بهدف السرقة. فالناس اختلفت وفضلوا كل شوية يرموا التهم على بعض، وأصابع الاتهام بقت بتشاور على كل الناس، ده يقول أنت اللي قتلته وده يقول أنت اللي قتلته، والناس بتشاور على بعض، وفي أي لحظة ممكن يشتبكوا ويذبحوا في بعض. الموضوع كبر والاختلافات كترت، والراجل مش عارفين مين اللي قتله، والناس ممكن تقتل في بعض، وأخيرا يروحوا
يحتكموا لسيدنا موسى. الحقنا يا موسى، الحقنا يا نبي الله، في واحد مات ومش عارفين مين اللي قتله، والناس سخنة وهتموت في بعض. اسأل لنا ربك يقول لنا مين القاتل عشان نقتص ونهدي الناس شوية. سيدنا موسى ما يكدبش خبر ويطلع على جبل الطور يسأل ربنا سبحانه وتعالى: يا رب في واحد اتقتل وعايزين نعرف مين القاتل. ربنا سبحانه وتعالى يوحي إلى سيدنا موسى: قول لقومك يذبحوا بقرة. سيدنا موسى يطلع على بني إسرائيل: يا قومي إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. يا ناس، ربنا بيقول لكم لو عايزين تعرفوا مين القاتل اذبحوا بقرة، وعاوزك تركز عند كلمة بقرة وتحط تحتها 100 خط. قالوا: أتتخذنا هزوة، أنت بتستهزأ بينا يا موسى ولا إيه؟ بنقول لك في واحد مقتول وعاوزين نعرف القاتل، تقول لنا اذبحوا بقرة. قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أنا نبي ماليش في اللعب، ده اللي ربنا أمركم بيه لازم تنفذوه بدون نقاش. وبني إسرائيل زي عادتهم في كل أمر من ربنا يسألوا سؤال. بني إسرائيل ما عجبهمش الكلام، طب نعمل ايه؟ نعمل سؤال المراوغة. قال: ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي. هو ده بقى سؤال المراوغة، طالما في بقرة هتدبح طب اسأل لنا ربك ايه هي البقرة دي. قال: انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون. ربنا بيقول لكم البقرة دي لا فارض مش عجوزة ولا بكر صغيرة، عوان بين ذلك شباب في سن الشباب، تكون بقرة في سن الشباب بس خلفت عيل أو اتنين. ففعلوا ما تؤمرون، اعملوا اللي ربنا بيأمركم بيه، اعملوا اللي أنا بقول لكم عليه. والاتناشر سبط أو اتناشر فرقة من بني إسرائيل هيموتهم الخوف. احنا شفنا معجزات موسى وعارفين إنه هو نبي، لو سمعنا كلامه دبحنا البقرة والقاتل عرفناه، يا ترى هيطلع من أنهي فرقة فينا؟ كل واحد خايف أحسن القاتل يكون أخوه أو ابن عمه، ووقتها هيموت. أصل المقتول ده راجل غني ومعاه فلوس كتير ومطمع لأي حد إن هو يقتله ويسرقه، فبيحاولوا إن هم يمطلوا ويمدوا في الوقت، ودي عادة مش عادة، ده دم بيجري في عروقهم. إن وجدت المماطلة وجد اليهود. قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. طب انتوا يهمكم لونها في إيه؟ بيقول لكم اذبحوا أي بقرة. ربنا سبحانه وتعالى قال: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وكلمة بقرة اللي بقول لك حط تحتها 100 خط بمعنى أي بقرة، بقرة في المطلق. بس هم لازم يسألوا ولازم يمطلوا، وفي كل مرة يسألوا فيها ربنا يشدد عليهم أكتر. إيه هي البقرة دي؟ طب لونها إيه؟ بتشرب إيه؟ بتاكل إيه؟ بتعيش إزاي؟ لازم يمطلوا، لازم يسألوا، وفي كل مرة بيسألوا فيها كان ربنا بيشدد عليهم في أوصاف البقرة دي أكتر وأكتر. المؤرخ والمفسر محمد بن جرير الشهير بأبي جعفر الطبري بيقول في كتابه جامع البيان عن تأويل آية القرآن: لو بني إسرائيل ذبحوا أي بقرة كانوا هيعرفوا القاتل، ولكن شددوا فشدد الله عليهم. قال: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. بني إسرائيل يسألوا سيدنا موسى، وسيدنا موسى يروح لربنا سبحانه وتعالى يسأله وربنا يديله الجواب، وسيدنا موسى يروح يقول لقومه، بني إسرائيل يسألوه تاني، وفضل سيدنا موسى رايح جاي بأسئلة بني إسرائيل. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قال: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. يا موسى، احنا دورنا في البقر اللي عندنا لقينا بقر كتير بالأوصاف اللي انت اديتها لنا، ما بقيناش عارفين أنهي بقرة هي المفروض الدبح. إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. الإمام محمد ابن أحمد الشهير بشمس الدين القرطبي بيقول في كتابه الجامع لأحكام القرآن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية: لو ما استثنوا ما اهتدوا إليها أبدا. يعني بني إسرائيل لولا أنهم قالوا إن شاء الله ما كانوش عرفوا البقرة دي للأبد. وسيدنا موسى يروح لربنا سبحانه وتعالى يسأله عن البقرة للمرة الأخيرة، فربنا يديله الأوصاف، فسيدنا موسى ياخد الأوصاف ويطلع بها على بني إسرائيل. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها. يا قومي، ربنا بيقول لكم إن البقرة دي ليست مذللة. يعني إيه؟ يعني لا تعمل في الحرث. يعني إيه؟ يعني مش مسخرة، مش بتحرث في الأرض ولا بتسقي الغنم ولا بتسقي الأرض للزراعة. مسلمة. يعني إيه مسلمة يا أبو الدرويش؟ سهلة جدا، يعني ما فيهاش أي عيب، لا فيها حول في عينيها ولا بتعرج ولا فيها قطع في ديلها ولا فيها قرن مفتوح ولا فيها دماغ متعورة. مسلمة من كل عيب. لا شيء فيها، يعني ما فيهاش أي ألوان تانية غير اللون الأصفر الفاقع وبس. قالوا: الآن جئت بالحق، فذبحوها
وما كادوا يفعلون. بس احنا كده عرفنا البقرة دي اهي، هي دي البقرة، الحمد لله اخيرا لقيناها. بس استنى لحظة، صاحب البقرة علشان نشتريها منه عاوزنا نملي الجلد بتاع البقرة بالذهب. يا لهوي يا مستهوي، وانا جاي على مهلي. بعد ما خلاص لقيناها ومفيش غيرها بين القوم هنعمل ايه؟ الراجل عاوز يتنغنغ على قفانا. بني اسرائيل يلموا الكبارات ويلموا الناس ويطلعوا على الراجل ويتحننوا فيه. يا عم الحاج يهديك يرضيك، مفيش غيرها في المنطقة، يا عم الحاج بعها لنا وخلاص. والراجل ابدا، والله العظيم ابدا، يا اما تملولي الجلد بتاعها بالذهب يا اما ما عنديش بقر للبيع. طب هنعمل ايه؟ وافقوا بالامر الواقع، هندي الراجل الذهب. لموا الذهب من بعض وادوهم للراجل، بس ده طبعا ما كانش بسهولة، عشان كده ربنا بيقول لك فذبحوها وما كادوا يفعلون، ما كانوش عاوزين يذبحوها لعدة أسباب، من ضمنها إنهم خايفين القاتل يطلع، كل واحد خايف أحسن القاتل يطلع أخوه ابن عمه حد قريبه حد من الفرقة بتاعته. في نفس الوقت ما كانوش عاوزين يذبحوها علشان كان سعرها غالي، الراجل انتهز الفرصة وعاوز فلوس كتير جدا. أبو عمه اوعى تكون انتهاز زي الحي. ربنا هنا بيفكر اليهود اللي كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالمصيبة او بجريمة القتل اللي حصلت دي وبمعجزة احياء الموتى لبني اسرائيل، فبيقول لهم واذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، يعني وافتكروا لما اهلكم واجدادكم كانوا زمان قتلوا نفس واختلفوا في مين القاتل فادارأتم فيها. ادارأتم دي يعني اختلفتم، وكل واحد بيدفعها عن نفسه وبيرميها على التاني، وكانت اصابع الاتهام بتشاور على كل واحد شوية. فقلنا اضربوه ببعضها، بعد ما ذبحتوا البقرة امرناكم انكم تضربوا الرجل الميت ببعض من البقرة دي، يعني اي حتة في البقرة اضربوه بيها. ضربوا الميت قام صحي من الموت وشافوا المعجزة بعينيهم، فسألوه انت مين اللي قتلك يا عم الحاج، مين اللي قتلك؟ الراجل قام راح مشاور على ابن اخوه، بعد ما شاور على ابن اخوه مات على طول، ما استناش، ما كدبش خبر. راحت الناس اتلمت على ابن اخوه وراحوا قتلينه في لحظتها. فاللي بيقتل عشان الورث لازم تكون اخرته سودة، لازم. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. شافوا قدام عينيهم الميت وهو بيقوم وبيصحى من الموت. لو كنت ماشي في أمان الله ورحت المقابر فجأة لقيت واحد بيقوم من القبر بتاعه وبيمشي، انت كأبو عمه هتموت من الخوف وتطلع تجري، انما الناس دي كان معاهم نبي، يعني هيخافوا من ايه؟ راجل كان ميت، لسه ميت بقاله يومين ولا تلات ايام ولا حتى اسبوع وقام صحي تاني من الموت، معاهم نبي مش هيخافوا من حاجة. اصل عند ناس كتير فكرة ان الميت يقوم دي حاجة مرعبة جدا، ما بالك بقى بيوم القيامة، ده في يوم القيامة الناس كلها هتقوم من موت. فاذا كنت انت بتخاف وانت بتتخيل ان حد بيقوم من الموت، امال يوم القيامة هتعمل ايه؟ اقل حاجة في يوم القيامة انها تحصل ان الميتين يقوم يصحوا، البعث والنشور. امال في باقي اهوال يوم القيامة هتعمل ايه؟ احنا لازم ناخد العبرة والعظة من الناس دي، لما ربنا سبحانه وتعالى يؤمرني بحاجة او النبي صلى الله عليه وسلم يؤمرني بحاجة ما جيش الاوع، ما جيش الف وادور واعمل سؤال المراوغة ده واحاول اهرب علشان ما اعملش واعمل اللي على هوايا. فالمراوغة بالسؤال او بالفعل في امر الله سبحانه وتعالى او امر الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينفعش، دي ممكن تسبب اللعنة، ممكن تلعنك تطردك من رحمة ربنا سبحانه وتعالى للأبد. طب هل دي كانت الحاجة الوحيدة اللي بسببها ربنا لعن بني إسرائيل؟ لا، الأسباب كتيرة جدا، ومن أهمها قوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. مفيش حاجة ربنا حرمها إلا وعملوها. لو بصيت على المسلمين هتعرف الفرق الكبير بينهم وبين اليهود. في عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كل ما ربنا سبحانه وتعالى ينزل أمر على المسلمين كانوا ما بيقولوش غير السمع والطاعة، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فربنا عمل معهم إيه؟ خلد ذكرهم وخلد آثارهم ورفع شأنهم وأعلى قدرهم وعظم أمرهم وأحسن سيرتهم. أما اليهود ربنا عمل فيهم إيه؟ دمرهم ودمر آثارهم ولعنهم وأذلهم وأحط من شأنهم وأسقط قدرهم. وأخيرا يا أبو عمو وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله أشوفك في الفيديو اللي جاي وفي شرح آيات جديدة بإذن الله. شوفك على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتعالى الله، فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه.
وقل رب زدني.